مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الفتره الثانيه من برنامج المؤشر، ونتابع معكم ختام التداولات لمنتصف جلسات هذا الاسبوع. وهذه التراجعات التي مني فيها المؤشرات كامله، وكذلك مؤشر العام ب 12 نقطه حتى هذه اللحظه 4977 نقطة. ونتابع أيضا المزيد حتى النهاية مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت. ومساء الخير عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. التراجعات مستمره والمؤشرات في المنطقه الخضراء رغم تباين جلسه الامس، ولكن اليوم التراجع واضح نتيجه الضغوط البيعيه على الشركات القياديه حتى اعلان النتائج الماليه التي تاخرت كثيرا خاصه للقطاع المصرفي والوطني تحديدا. مشاهدينا الكرام، ونذهب مباشره للمؤشرات ومن ثم نبدا الحديث عن وضعيه القطاع المصرفي خاصه بعد هذه التراجعات، والتراجعات كبيره جدا لهذا القطاع مشاهدينا الكرام في هذه الجلسه، وخاصه الوطني اليوم اللي فيه ضغط بيعي واضح وكمية تداول كبيرة جدا، يعني تصل كمية تداول حتى هذه اللحظة على الوطني 4,800,000، لم يعلن النتائج المالية. متى ما أعلنت النتائج المالية يتغير الوضع تماما، يمكن أول يوم يتراجع بعد النتائج المالية ممكن مشاهدينا الكرام على حسب الأرباح، ويرتفع على حسب الأرباح، ولكن إحنا ننتظر النتائج المالية، الكل ينتظر هذه النتائج. متى ما أعلنت أعتقد الوضع راح يكون يتغير إلى الأفضل إن شاء الله. وحاليا التراجع 12 نقطة 18 نقطة للسوق العام، 4,977 نقطة و17 نقطة، ونبتعد كثيرا عن مستوى ال 5,000 وبكمية تداول أفضل من الأمس. أمس كمية التداول كانت 71,670,000، اليوم 89,880,000، يعني نقترب من 100 مليون إن شاء الله بعد المزاد بصفقات 5,031 وبقيم 23,000,000. أمس القيمة كانت 17 مليون أو 15,940,000 كانت القيمة أمس. نصيب السوق الرئيسي لم يتغير كثيرا، أمس كان 1,600,000، اليوم 1,860,000، يعني السوق الرئيسي واضح أنه في ضعف، واضح أنه في قياب مضاربي واضح مشاهدينا الكرام على السوق الرئيسي. فيما السوق الاول يعني افضل حال بالنسبه للكميه المتداوله عندي اليوم تقريبا حوالي 7 شركات في هذا السوق، السوق الاول اليوم منطقه خضراء، ولكن السوق القطاع المصرفي ما زال متراجع في هذه الجلسه بالنسبه للسوق الاول، وهو من اثر بدوره على حركه المؤشر. ولكن لو نشوف السوق العام طبعا 14 نقطه و18 نقطه للسوق الرئيسي متراجع، نشوف السوق الاول 11 نقطه و18 نقطه وبقيم تداول تصل الى 21,200,000، يعني لاحظوا قيمه مرتفعه جدا. ماذا سوف يحدث بإقفال المزاد مشاهدينا الكرام؟ هل راح نشوف تدخل قوي جدا او دخول قوي جدا على الشركات القياديه والوطني تحديدا؟ هل يعني نشوف ارتداد لبعض البنوك؟ اليوم نجم التداولات مثل ما ذكرنا منذ بدايه الجلسه ومنذ بدايه الصبيحه هذا اليوم راينا البنك الاهلي المتحد البحريني وضعيته مختلفه تماما بكميه تداول بصعود ايجابي وبنشاط واضح، وحتى هذه اللحظه يستكمل الصعود حتى هذه اللحظه بخمس فلوس، يعني امس صعود 4 فلوس تقريبا، ولم نتكلم خمس فلوس، يعني حوالي 9 فلوس بس في جلسه الامس وجلسه اليوم، يعني ارتداد جدا إيجابية للأهلي المتحد البحريني. كذلك لاحظنا استكمال الارتداد لميزان وكذلك المتكاملة، والجرين بالتكماويات اليوم وصلت إلى 305 بوضعية جدا إيجابية وبكميات كبيرة جدا مع قرب إعلان أو مع قرب تاريخ الحيازة. هذا الأمر مهم جدا خاصة للشركات اللي عندها أرباح مشاهدين الكرام. نستكمل الحديث معكم حول القطاع المصرفي بذهابنا للسوق الأول، ونشوف إيش راح يصير على هذا القطاع في بداية هذه الجلسة والوطني تحديدا. هل راح يتغير الأمور؟ هل راح يكون أمر آخر؟ هل راح يكون الطلبات أفضل؟ لكن إحنا قاعد نشوف فصلنا فترة مشاهدين الكرام لا يوجد دخول قوي جدا، لا يوجد دخول قوي جدا مشاهدين الكرام على السوق الأول حاليا. اللي قاعد أشوفه طبعا باقي دقيقتين على المزاد، الوطني يطلب 854,77,000، معروض 739,40,500، يعني دخول خجول. البنك الخليج مطلوب 217,9,000 سهم، معروض 25,190. الدولي نفس الطريقة، معروض 168 مطلوب 184، العرض أكثر من الطلب. برقان نفس الحكاية، العرض أكثر من الطلب. بيتك نفس الشيء، معروض 559,100,000، معروض مطلوب 646,60,000. بنك بوبيان هو الافضل تقريبا، مطلوب 20,000 حاليا، 575 معروض 20,600، يعني الطلب بوبيان هو الافضل لحد الان، وكميه التداول على بوبيان قليله جدا، قليله جدا بالاونه الاخيره مشاهدينا الكرام. قاعد نشوف فعلا ضعف واضح على بوبيان حاليا. المشاريع في المنطقه الخضراء وراح تكون في المنطقه الخضراء مشاريع، واما بالنسبه للمباني اللي تراجعت بصوره كبيره جدا في هذه الجلسه 587، والعرض حاليا اكثر من الطلب، ممكن تراجع اكثر. الصناعات الوطنيه في المنطقه الخضراء وراح تتم في المنطقه الخضراء، بوبيان
الحاويات على استقرار، وراح يتم على استقرار القرين في المنطقه الخضراء 303. واضح الطلب افضل من العرض للقرين، راحت اليوم 305 مليون 300، اجلتي على تراجع اليوم مشاهدينا الكرام 733، رغم انها كانت بدايه جدا ايجابيه، وحاليا راح تعدل اجلتي في نهايه هذه الجلسه حتى هذه اللحظه وباقي ثواني وندش المزاد. زين 592 مطلوب 13000، معروض 513، 43000، هيومن سوف 3 دارير 23، 321 العرض 200 دينارين و730، عرض كبير جدا، عرض كبير جدا، اعتقد انه ما راح يغير شيء بالنسبه لهيومن سوفت. اما الاهلي المتحد البحريني فوضعيته جدا ايجابيه، والطلب على 206 128، يعني اقفاله راح يكون الاهلي المتحد البحريني 193 حتى هذه اللحظه. اما بنك وربه ف 199 220، المتكامله بوضعيه جدا ايجابيه وما راح يتغير شيء. ميزان كذلك نفس الحكايه، راح يرتفع اكثر ميزان راح يرتفع اكثر. وربه المتماسك ولكن ما راح يتغير شيء، 199 198، راح تعدل فلس واحد. يعني وضعيه السوق الاول في تعديل لبعض الشركات وتراجع لشركات اخرى، لكن هل يتغير المؤشر في نهايه هذه الجلسه؟ راح يبين معانا مشاهدينا الكرام. ودشينا المزاد ونشوف ايش راح يصير في نهايه هذه الجلسه لكثير من الشركات. استثمارات الوطنيه بطلب جدا ايجابي، نشوف بقيه الشركات مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه ووضعيه الشركات القياديه، ونلاحظ المال راح يعدل. الاولى لا تعديل لحد الان، ماكو شيء، ها هو الاقفال، خلاص ما في شيء، ها هو الاقفال الوطني 775 اقفاله مشاهدينا الكرام بتراجع 3 فلوس. عدل الوطني فلسين تقريبا، عدل ونشوف الوطني فلسين المتراجع فقط لا غير، الخليج بثلاث فلوس، ونلاحظ الاهلي متراجع، المتحد على ارتفاع، برقان باستقرار، بيتك تراجع باربع فلوس، وبعد بيتك عندي انا بوبيان فلسين صعودا، ونلاحظ عدل الوضع بصوره واضحه مشاهدينا الكرام. بالبيت على ارتفاع، المشاريع بارتفاع، المال على تراجع، اعيان بتراجع، كامكو بتراجع، نور بتراجع، اسيا بارتفاع في 20 فلس، وربل التامين بارتفاع، ربيع عقاري، عقارات الكويت، المباني بتراجع، مستثمرون على استقرار، ابيار بارتفاع، مينا بتراجع، صناعات وطنيه فلس واحد، اسمنت الكويت بسبع فلوس ارتفاعا لقرين، ثلاث فلوس ارتفاعا، اجلتي بتراجع، زين كذلك بتراجع بست فلوس مشاهدينا الكرام، وبعد زين عندي انا الرابطه بارتفاع، التعليميه بتراجع، هيومن سوفت بتراجع، بيت الطاقه على تراجع، المشتركه بتراجع، السور بارتفاع، الاهلي المتحد البحريني بخمس فلوس ارتفاعا 193، الاهلي المتحد البحريني بنك وربع على تراجع بفلس واحد، وميزان بعشر فلوس ارتفاعا، والمتكامله بفلس واحد مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه، ليصبح السوق سكرها. ها هو الجرس مشاهدينا الكرام على زين 533 مطلوبا في هذه الاثناء، والبحريني 193 معروضا في شراء حاليا 300000. الحصيله واضحه مشاهدينا الكرام، 9 نقاط حمراء للسوق، عدل شويه، عدل السوق في نهايه هذه الجلسه 9 نقاط و16 نقطه للسوق العام 4990، وبكميه تداول 102 مليون و200، يعني عدلنا مشاهدينا الكرام تقريبا مليونين وشوي في نهايه هذه الجلسه، بعدد صفقات 5321، وبقيم 24 مليون. نصيب السوق الرئيسي ارتفع بمليون و900، المتراجع بسبعه نقاط و13 نقطه 4114 نقطه ونصف النقطه، فيما نلاحظ تراجع السوق الاول بعشرة نقاط و18 النقطه، وبكميه تداول 73 مليون و400، وبقيم 22 مليون و120، يعني صار في تعديل واضح مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه على الوطني تحديدا، على الوطني تحديدا وبقية الشركات الأخرى، وارتفعت السيولة بصورة واضحة مشاهدينا الكرام على بقية شركات القطاع المصرفي وكذلك السوق الأول تحديدا، لذلك رأينا ارتفاع في السيولة بصورة واضحة، ورأينا دخول جدا إيجابي في نهاية هذه الجلسة على بعض الشركات القيادية، لذلك تضاعفت السيولة بصورة واضحة حوالي مليون وشوي أو مليون ونص تقريبا، وكذلك لاحظنا نشاط جدا إيجابي على حركة التداول بالنسبة للسوق الرئيسي اللي ارتفع قيمته حوالي 300000 في نهاية هذه الجلسة. نشوف معاكم مشاهدينا الكرام بعض العروض والطلبات لنهاية هذه الجلسة، هل هو طلب عروض على شراء على الطلب أو على العرض في نهاية هذه الجلسة، راح يبين معي في هذه اللحظات، ونذهب مباشرة للسوق الأول ونرصد التحركات الأخيرة ما بعد المزاد وشراء ما بعد المزاد، راح يبين معي في هذه اللحظات، وأذهب مباشرة للوطني تحديدا 744 مطلوبا، معروض 775 على أقفاله، وبنك الخليج كذلك معروض على أقفاله، ونلاحظ الدولي معروض على أقفاله، وكذلك برجان فيما بيتك مطلوب على أقفاله 584 تداول 3 مليون و585، بنك بوبيان يتلون في المنطقه الخضراء، مشاريع الكويت على ارتفاع في هذه الجلسه، المباني على تراجع، والصناعات الوطنيه في المنطقه الخضراء، وبوبيان بتكماويات كذلك معروضا، فيما القرين بتكماويات النشط في هذه الجلسه بمليون و556 في المنطقه الخضراء، وتراجع لاجيليتي وزين وهيومن سوفت وبنك وربه، فيما الاهلي المتحد البحريني هو نجم السوق الاول بتداول 45 مليون و670، فيما بنك وربه مثل ما قلنا متراجعا، الميزان والمتكامله وخاصه الميزان مرتفع ب
10 فلوس والمتكاملة بفلس واحد في نهاية هذه الجلسة. نلاحظ مشاهدينا الكرام للسوق الأول التسهيلات والمتحد في المنطقة الخضراء وكذلك بيت الأوراق المالية فيما أرزان على استقرار وتراجعات واضحة لكميفك والأولى والمال والخليجي وأعيان وكذلك على بعض الشركات الأخرى مشاهدين الكرام ككامكو وارتفاع الوطنية الدولية القابضة وارتفاع ليونيكاب في هذه الجلسة وكذلك لاكتتاب وتراجع لصكوك والمدينة وارتفاعات لآسيا والمغاربية وكذلك لوربة للتأمين في نهاية هذه الجلسة. ونلاحظ عقارات الكويت على تراجع وارتفاع واضح للتمدين العقارية ولأجيال والأعيان العقارية. ونلاحظ اليوم عندي أنا مشاهدين الكرام نلاحظ بقية الشركات الأخرى يعني التجارية العقارية اللي اليوم آخر يوم بالنسبة للتجارية العقارية مشاهدين الكرام للأسهم الحيازة اليوم توزيع 5 نقدي 3 منحة التجارية العقارية وتقفل عنده 98.2 باللون الأحمر وبتداولات 700,000 تقريبا فيما مزايا على استقرار. ونلاحظ أرجان وأبيار ومنشآت في المنطقة الخضراء وكذلك مراكز واسمنت الكويت فيما كيبلات كانت منطقة خضراء أثناء التداول ولكن أقفلت مطلوبة بتداول اليوم قليل جدا عكس الأيام الماضية. اسمنت الكويت اليوم يدخل اليوم في المنطقة الخضراء بمطلوب حاليا على إقفال 170 تداول 858 وارتفاع للسكب في نهاية هذه الجلسة وتراجعات واضحة لبعض الشركات فيما الرابطة في المنطقة الخضراء والمنتزهات في المنطقة الخضراء وكذلك السور وكذلك جياد وكذلك لوجيستيك فيوتشر كيد مشاهدي الكرام. ولاحظنا جي اف اتش اليوم في تداولات عند مستوى 45.5 ولكن الحصيله مشاهدينا الكرام هو لون احمر للمؤشرات وسيوله مرتفعه نتيجه الضغوط البيعيه اللي حدثت على بعض الشركات القياديه بقيم تداول تصل الى 24 مليون و152. نتمنى ان شاء الله جلسه الغد مشاهدينا الكرام ان تكون افضل من هذه الجلسه وتظهر بها بعض النتائج الماليه. الكل ينتظر هذه النتائج الماليه متى ما ظهرت راح يتغير وجه السوق مشاهدينا الكرام. اذا كانت منخفضه يوم يومين وتعدي السوق ان شاء الله، اما كانت ايجابيه فانا راح نشوف ارتداده جدا ممتازه على كثير من الشركات وخاصه الشركات القيادية. أتمنى التوفيق للجميع وكل شكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عائد، يعطيك العافية مشاهدينا الكرام. إذن كان ختام هذه الجلسة على هذا النحو، 9 نقاط تراجع المؤشر العام عند مستوى 4980 نقطة وكذلك السوق الأول في تراجع ب10 نقاط عند 5420 وأيضا السوق الرئيسي أيضا كان في المنطقة الحمراء متراجعا ب7 نقاط عند مستوى 4114 نقطة والسيولة ترتفع 24 مليون في هذه الجلسة اللي كانت متراجعة منذ انطلاقتها. ونتابع إن شاء الله تفاصيل هذه الجلسة وهذه ما جرى فيها من وتعليقات أيضا من ضيفنا عبر سكاي مدير تنفيذي الشركة الاستشارية العالمية الأستاذ علي العنزلي وحدثنا عن جلسة اليوم. حياك الله أستاذ علي، أهلا مرحبا فيك. أرحب فيك أخوي رائد والسادة المشاهدين الكرام، يا أهلا مرحبا. حياك الله. إذن ابتعدنا أيضا اليوم عن منطقة 5000 نقطة في السوق العام، مؤشر السوق العام، وأيضا ننتظر التعليقات على باقي المؤشرات. تعليقك على الجلسة ككل اليوم؟ اليوم طبعا حقيقة الجلسة في حيرة. بداية الجلسة رأينا تماسك خلال أول نصف ساعة تقريبا لمعرفة اتجاه السوق، ولكن هناك لا شك ضغوط بيعية، لا شك هناك ترقب. من المعروف الآن نحن على أبواب أو بانتظار حقيقة أرباح استثنائية أو نتائج استثنائية للشركات خصوصا قطاع البنوك، وفي أيضا يعني عام استثنائي. لذلك رأينا ضغوط تستمر بعد النص ساعة الأولى على خصوصا قطاع البنوك، خصوصا على الوطني بيتك وأيضا بقية البنوك. لذلك رأينا عمليات بيع استمرت وللجلسة تعتبر الرابعة على التوالي أو الخامسة على التوالي من جلسة الأربعاء الماضي إلى اليوم، جلستين الأسبوع الماضي الأربعاء والخميس والأحد. ولكن رأينا خلال هذه الجلسة تخف عمليات الضغط، هناك أيضا عمليات الشراء، عمليات شراء دائما تواجه عمليات البيع. لا شك أن اليوم السيولة يعني 24 مليون و200,000 تقريبا، لا شك أن السيولة تعتبر يعني أقل من سيولة المعدلات الأسبوع الماضي ولكن مغاربة لمعدلات هذا الأسبوع، أي أن هناك انحصار كبير لعمليات البيع إلى أدنى مستويات. قد تكون هناك أيضا عمليات شراء وعمليات تفاؤل. الآن السوق في حالة من حقيقة الحيرة. المؤشرات، مؤشر السوق العام ليس بعيدا عن مستوى 5000 نقطة، مستوى مهم، مستوى استثنائي 5000 نقطة 5500. الآن اليوم أقفلنا على 4980، من الممكن غدا إن شاء الله يفسر هذه النقاط الأستاذ نواف العون بما أنه أقرب للتحليل الفني مختص.
كذلك مؤشر حتى مؤشر السوق الأول أيضا لم نذهب بعيدا عن 5500 نقطة، اليوم احنا قفلنا على 5420، إذن قد تقلب النتائج هذه الصور السلبية إلى إيجابية. السوق بحاجة إلى محفز لكي يحدد، لكي يعود إلى الإيجابية أو المسار الصعب. ممتاز. بالنسبة للسوق الأول، بالنسبة أيضا لتراجعات الوطني وبيتك والمباني وأجلتي أيضا اللي أغلقت على المنطقة الحمراء. حقيقة مجموعة اليوم من الشركات أغلقت لا شك تحت هذا الضغط. بيتك الوطني زين اليوم كان تراجع بأكثر من نقطة مئوية، الخليج نقطة ونصف النقطة المئوية، المباني أيضا بنقطتين وفاصل ستة، أكثر من نقطتين ونصف تقريبا تراجع. ولكن أيضا بالطرف الآخر لدينا أهلي متحد استمر بالصعود وبذات تراجع، أيضا المباني كان على ارتفاع، الميزان، جرين، مشاريع صناعات كلها كانت اليوم على ارتفاع، لذلك خفت حدة التراجع. هناك تراجعات لشركات الأثقل الأكبر وزنا في السوق، وطني وبيتك وزين، ولكن هذه التراجعات لم تتجاوز 1% فقط على زين، البقية كانوا على تراجعات محدودة بعد أيضا سلسلة من الخسائر. حقيقة ومستويات الوطني مستوى 830، اليوم مستوى 775، إذن فقد نسبة كبيرة ما يقارب 4 أو 4.5%، إذن من الممكن حالة ارتداد نرى على هذه الأسهم، من الممكن أن تنتشل هذه الأسهم التي حقيقة نزفت كثيرا خلال 5 جلسات وبترقب أيضا، وقد يكون أيضا بتسعير لخبر قد يكون أكثر سلبية من المتوقع، تسعر هذه الشركات. السوق حساس جدا خصوصا لمثل هذه الشركات القيادية، قد يكون تسعير لمثل نتائج النصف الأول، ثم بعد ذلك نرى تفاؤلا. ممتاز. بقي الآن نتحدث عن السوق الرئيسي بعد أن قرأنا أو علقنا على الشركات القيادية، النشاط المضاربي على بعض الشركات الصغيرة اللي ترتفع بأفلاس بسيطة لكن لها نشاط يعني حاضر وبقوة في هذه المرحلة. نعم، هناك حقيقة مجموعة من الشركات استمرت في الأداء الإيجابي أو بالنشاط، على الأقل أكثر من 1,000,000 سهم تتداول يوميا من الشركات الصغيرة، طبعا في مقدمتها أرزان وهو الأكثر اليوم نشاطا في السوق الرئيسي 1.5 مليون، أيضا بترو جولف، أيضا الأولى، البيت، شركات لا شك أنها شركات مضاربية. بعض هذه الشركات نوعا ما مقبول في بياناتها، هناك ثقة في بياناتها وإن كانت على سلبية، ولكن البعض الآخر حقيقة نتحفظ دائما على مثل هذه البيانات. لدينا أيضا في السوق الرئيسي شركات وزعت، شركات ذات أداء تشغيلي جيد طبعا خلال جلسة الأمس مشتركة، لكن اليوم مشتركة فقد ما كسبه أمس أو حتى أكثر، اليوم فقد مشتركة 5%، وكان الأفضل في السيولة، ولكن سيولة السوق الرئيسي إجمالا تراجعت بشكل كبير جدا نسبيا مع سيولة السوق الأول. اليوم شهدنا سيولة للسوق الرئيسي 50 لم تتجاوز 1.5 مليون، كذلك كانت أمس في 1.5 مليون، إذن هناك انحصار. بما أن الشركات القيادية في السوق الأول تقدم فرص، تقدم أيضا خصم خلال هذه الفترة 5 جلسات، لا شك أنها تشكل أيضا أهداف للمستثمرين، قد يكون انتقال من هذه الشركات إلى شركات ذات طبعا جودة وذات استقرار أكثر وحقيقة تفاؤل أكثر بالنتائج، وأيضا أسرع في النتائج بما أن شركات السوق الرئيسي سوف تتأخر إلى نهاية الفترة. إذا لازلنا مبكر عن تقييم أسعار هذه الأسهم، الآن نركز على السوق الأول، قد يكون انتقال أيضا بمجرد الإعلانات، إعلانات هذه الشركة. في ظل انتظار هذه الإعلانات أستاذ علي، كيف تقرأ وتعلق على التقارير أيضا من مراكز الدراسات اللي تشير إلى مثلا والله تنظر نظرة سلبية لاقتصاديات الاقتصاد في 2020، كيف تتوقع الجمع أو حتى المزيد من الترقب لدى المتداول إثر هذه التقارير وهذه الدراسات اللي تخرج كل يوم ويكون لها صدى أيضا في تويتر؟ لا شك أن كل الدراسات تؤثر على نفسيات المتداولين متعاملين الأسواق، ولكن بنسب. هناك من يثق في أداء هذا السهم أو هذه الشركة أو هذا القطاع، وهناك من يشتري تبعا لما يقرأ وما يتجدد من ظروف. حقيقة دائما أنا أردد فترة استثنائية، إذن يجب أن نتعاطى أيضا استثنائيا مع هذه التقارير. بعض هذه التقارير
تصدر حقيقية. بعض هذه التقارير هي تقديرات قد لا تكون صحيحة، قد لا تكون منطقية في بعض الأحيان. الآن البعض يعلق على اليوم كان هناك إيضاح من بنك الخليج بتخفيض النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى سلبية، وهذا الإيضاح إيضاح حقيقة، أو هذا التقييم تقييم منطقي جدا، بما أن موديز خفض النظرة المستقبلية للدولة بشكل عام من مستقرة إلى سلبية، إذن سوف يتم تخفيض أيضا البنوك، لأن البنوك أيضا الحامي لأداء هذه البنوك، استقرار هذه البنوك هو استقرار أيضا مالية الدولة بشكل عام. إذن لابد أن يكون، ولكن عملية فهم هذه التقارير بشكل صحيح دون التأثر هو من يجب أن يكون خلال هذه الفترة، أو حتى عرض هذه على مختصين أيضا لإيضاح مثل هذه التقارير اليومية. شكرا لك ويعطيك العافية مدير تنفيذي الشركة الاستشارية العالمية الأستاذ علي العنزي على صحبتك معنا اليوم لقراءة هذه الجلسة، والشكر موصول لكم دائما وأبدا مشاهدين ومتابعين برنامج المؤشر، ونلقاكم إن شاء الله على خير لمتابعة رابع جلسات هذا الأسبوع في يوم الغد. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.